الموقع القريب من بلد الموقع الواقع في بلدية عين طايا. ونزيد نأكد أن هذه الأحياء لمن يهمهم الأمر إذا ما مازالهم يدوروا عندي في القائمات، نقول لهم بلي هذه الأحياء موجودة في كل الولايات الوطن، وهذا هو النمط السائد تاع الأحياء الشعبية في الجزائر. وحنا رغم الكمية الهائلة يعني نقدر نشوف معاه، ودي ندخل للحي هذا الثاني، هذا حي المجاهد، وهو حي ترقاوي خاص، يعني هذا غير تابع، ماشي داخل في السكنات العمومية. إذن هذا حي ترقاوي خاص، لكن السكان ديالو هما السكان العامة السكان، لكن المراقي العقاري ما راهش الدولة، ماشي هي الدولة اللي دارت الترقية العقارية هذي، الترقية هذي ترقية خاصة. إذن هذا هو الحي الترقاوي الخاص. نزيد نعاود نشوف كل ما يوجد هنا. إذن هذا هو حي ترقاوي خاص، هو حي المجاهدين، هذا هو حي المجاهدين الموجود في بلدية، وهنا أنفاس بالمقابل عندنا البيبي، حي البيبي. إذن هذا هو حي المجاهدين في عين طايا. وهو حي مغلق الكلوتيري مسيج، لكن ما كانش حراسة في الباب، تقدر تدخل بدون إشكال.